أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم Personal Voice Assistant، المساعد الشخصي الذي يقوم بتلقي الأوامر عن طريق الصوتيات. أتممنا في الدرس الماضي القيام بالترجمة إلى اللغة العربية، فأصبح إلى حد ما جاهز للاستخدام، ولكن هناك بعض التعديلات. فمثلا بالنسبة للماء، إذا قمنا بالذهاب إليها نرى هنا كيف علينا القيام بإضافة سبيكر بهذا الشكل لأنها ليست. وأيضا بما أنه هنا عندما نقوم بطباعة ما نقوم بقوله في هذا المكان، فرأينا كيف قمنا بحذف you said، لذا سوف نقوم هنا أيضا بالتخلي عن هذه، فلا حاجة للقيام بإهمال أول كلمتين كما هو موضح هنا عند الكمان في هذا المكان وأيضا في هذا المكان. طبعا بالنسبة لهنا فهذه لا تدل على الكمان وإنما تدل على السمري الخاصة بويكيبيديا، فنقوم بإبقائها على أنها جملتان، وهنا أيضا نقوم بالحذف. تمام، بقي علينا مثلا القيام هنا بتعيين ما إذا كان هناك حالة تختلف عن بقية هذه الحالات، فسوف نقوم هنا بالذهاب إلى هذا المكان ونقوم بإضافة else الحالة الأخيرة، ونقول مثلا هكذا بهذا الشكل، وسوف نقول هنا repeat لنرى. For English language, press button 0. من أجل اللغة العربية، اضغط الزر الواحد. أنا مساعدك الشخصي. كيف أستطيع مساعدتك؟ سؤال. ما هو سؤالك؟ دمشق. دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية ومركز محافظة دمشق، وهي إحدى أقدم مدن العالم مع تاريخ غير منقطع منذ 11,000 عام تقريبا، وأقدم مدينة عاصمة في العالم. سؤال. ما هو سؤالك؟ بروكسل. بروكسل بالفرنسية بروكسلز، رسميا إقليم بروكسل العاصمة، منطقة في بلجيكا تضم 19 بلدية من بينها مدينة بروكسل، وهي عاصمة بلجيكا. تقع منطقة بروكسل العاصمة في الجزء الأوسط من البلاد، وهي جزء من كل من المجتمع الفرنسي في بلجيكا والمجتمع الفلمنكي، ولكنها منفصلة عن الإقليم الفلمندي الذي يشكل أرضا حبيسة داخلها ومنطقة فالونيا. الطقس. هل تستطيع أن تحدد مدينته؟ بغداد. الطقس في بغداد هو سماء صافية. هل تستطيع أن تقوم بعرض خرائط مدريد؟ هذا هي خريطة مدريد. هل تستطيع أن تقوم بعرض خريطة القاهرة؟ آسف، لم أفهم. هل تستطيع الإعادة من فضلك؟ هل تستطيع أن تقوم بعرض الخرائط الخاصة بالقاهرة؟ هذا هي خريطة القاهرة. هل تستطيع أن تقوم بعرض الخرائط التي تنتمي إلى سوريا؟ هذا هي خريطة سوريا. البحث في الويب. عن ماذا تريد البحث؟ كيوي. هذه صفحة البحث عن كيوين. إغلاق. تم إغلاق مساعدك الشخصي. إلى اللقاء. ممتاز، فنرى هنا كيف أنها تعمل دون مشاكل، ونرى أيضا كيف أصبح هناك ديناميكية عالية من ناحية التفاعل والتعامل مع هذه الآلة، فأصبح هنا اندماج وانغماس للحواس ضمن هذه التفاعلات. فبهذا الشكل نستطيع القيام ببناء المساعد الشخصي الخاص بنا الذي يتفاعل عن طريق الأصوات. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس التالي. سلام.